أسعد الله مساءكم مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم إلى هذه التغطية المتواصلة عبر تلفزيون فلسطين لتغطية اعتداء عناصر حماس على المشاركين في المسيرة التي طالبت بضرورة إنهاء الانقلاب وأيضا إنهاء الانقسام في ساحة السرايا بمدينة غزة. حماس التي تحكم غزة بعقلية الميليشيا، وهذه العقلية هي التي دفعتها لإرسال عناصرها الأمنية بالزي المدني لمهاجمة مسيرة حراك الأسرى، وحاولت أن تظهر ذلك على أنه نزاع داخلي، لكن شهادات المواطنين والصحافة فضحت هذه اللعبة. هذا الاعتداء الذي لقي إدانات واسعة من مختلف فصائل منظمة التحرير الفلسطينية وأيضا الحكومة، التي اعتبرت هذا الاعتداء بأنه إعلان صريح لرفضها الخروج من حالة الانقسام. مشاهدينا الكرام، تداعيات هذا الاعتداء وأيضا ما وراء هذه التصرفات من قبل حركة حماس نناقشها مع ضيوفنا الكرام. معنا هنا في الاستوديو مستشار السيد الرئيس للشؤون الدينية قاضي قضاة فلسطين دكتور محمود الهباش، أهلا بك معنا. أهلا وسهلا. وأيضا ينضم إلينا من سلفيت علي جاسر القاق، نائب أمين سر حركة فتح، أهلا بك معنا. أبدأ معك دكتور، يعني بداية هذا الاعتداء وهذه التصرفات، برأيك إلى أين تريد أن تصل حركة حماس بهذه الاعتداءات؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أنا مع شديد الأسف أن حماس يبدو أنها استمرأت هذا الدور الذي أصبحت تستخدم فيه. هي ليست بصراحة، يعني دعينا نضع الأمور في نصابها، حماس ليست لاعبا حقيقيا في الساحة السياسية. حماس ارتضت أن تصبح أداة في يد قوى وجهات تريد أن تدمر المشروع الوطني الفلسطيني، وخصوصا في هذه الأيام التي نسمع فيها عن مشاريع وهمية، مشاريع تصفية للقضية الفلسطينية، مشاريع دولة غزة ومشاريع صفقة قرن وما إلى ذلك. يبدو أن حماس تريد أن تكون أو ترتضي أن تكون أداة في يد هذه القوى التي تريد تصفية المشروع الوطني الفلسطيني وتصفية القضية الفلسطينية، ولذلك هي تصر على عدم إنهاء الانقسام. حتى الأصوات الشعبية، الأصوات البسيطة التي تخرج بتلقائية وبعفوية شديدة وبإخلاص شديد لتطالب بإنهاء الانقسام والتراجع عن الانقلاب وبالتالي حل كل أزمات الشعب الفلسطيني، أو على الأقل الأزمات الداخلية في الشعب الفلسطيني، وصولا إلى تفرغ كل القوى الوطنية الفلسطينية لمواجهة الأزمة الكبرى والتحدي الأكبر وهو الاحتلال الإسرائيلي ومشاريع التصفية التي تريد إنهاء القضية الفلسطينية. الذين خرجوا اليوم في قطاع غزة خرجوا برسالة واضحة ورسالة بسيطة ورسالة في منتهى التلقائية والعفوية والإخلاص، وبمنتهى الوعي أيضا هم أدركوا بأن سبب كل الأزمات التي يعانيها المواطن الفلسطيني البسيط في قطاع غزة هي الانقلاب. نعم. الذي وقع قبل 11 سنة والانقسام الذي تلا هذا الانقلاب، ويجب أن نضع الأمور في نصابها. وهؤلاء المواطنون البسطاء وبالذات الأسرى والمحررين الذين خرجوا بمنتهى الإخلاص وبمنتهى الشفافية والنقاء الذي يتمتعون به كأسرى ضحوا بجل سني عمرهم وبأفضل سني عمرهم في الأسر من أجل فلسطين، خرجوا اليوم ليقولوا أو ليرسلوا رسالة واضحة: نحن نريد إنهاء الانقسام، ويضعوا أيديهم على الموطن الحقيقي للخلل في الوضع الداخلي الفلسطيني وهو الانقسام. لو لم يكن هناك انقسام، لو لم يكن هناك انقلاب، ما كانت هناك أزمات داخلية في المشهد الفلسطيني، ولتفرغ كل الفلسطينيين لمواجهة التحدي الأكبر والتناقض الأكبر وهو الاحتلال الإسرائيلي. ولذلك يجب أن نشير إلى العنوان الأبرز والعنوان الأهم في كل هذه الأزمات وهو الانقلاب والانقسام. تراجع حماس على الانقلاب، إنهاء الانقسام هو مقدمة إنهاء كل الأزمات الداخلية، مقدمة استعادة اللحمة الوطنية الفلسطينية. نعم، خاصة دكتور، يعني عفوا على المقاطعة، ولكن تحاول حماس
أن تضع مشكلة أزمة الرواتب هي السبب وراء كل ما تعانيه قطاع غزة منذ 11 عاما، وكأن أزمة الرواتب هي السبب في البطالة، وهي السبب في عدم سفر الطلاب، وهي السبب في العديد من المشاكل الاقتصادية أيضا التي تعانيها قطاع غزة. كيف ترد على ذلك؟ أولا، الكل الفلسطيني يعاني من أزمة مالية، كل كفلسطينيين نعيش حالة معاناة، سببها الاحتلال في المقام الأول، وسببها محاولات الضغط على القيادة الفلسطينية لكي تستجيب لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية. لكن محاولة تصوير الموضوع كأنه أزمة رواتب، وأزمة أنه في خفض للرواتب، وفي مشكلة مالية مع بعض الموظفين أو مع جزء من الموظفين اللي هم في قطاع غزة، هذه محاولة لذر الرماد في العيون، ومحاولة للاستمرار في الخداع والكذب. هذا كذب فاضح. قبل 11 سنة كان في أزمة رواتب، قبل 11 سنة كان في أزمة رواتب في قطاع غزة، قبل 11 سنة كان في أزمات سببها بطالة، أو سببها أنه في مشكلة بين السلطة وبين الجمهور الفلسطيني. ما كان في شيء من هذا القبيل. الذي تسبب بكل الأزمات، ويجب أن يعي وهم يعون، أنا واثق أنهم يعون هذا جيدا، أهلنا في قطاع غزة أناس شديدي الحساسية وشديدي الوعي تجاه ما يحاك للقضية الفلسطينية من مؤامرات، أن السبب في كل الأزمات التي يعانونها، أزمة الكهرباء، أزمة البطالة، الأزمات الأمنية، الأزمات الاجتماعية، أزمة اليأس التي أصبحت تطيح بمعنويات الشباب في قطاع غزة، سببها هو هذا الواقع الذي نشأ عن الانقلاب المجرم، جريمة الانقلاب الذي قامت به حماس قبل 11 سنة. يجب ألا نغفل عن هذه الحقيقة، ويجب ألا نحاول صرف الأنظار عن القضية الأساس، وهي الانقلاب والانقسام الذي تسبب به هذا الانقلاب. أما موضوع الرواتب الذي يتذرع به البعض كما لو كان قميص عثمان، مثل قميص عثمان، إنه هذه حجة لاستمرار الانقسام، حجة للإصرار على الانقلاب، حجة لقمع المواطنين وقمع الحريات في قطاع غزة. وبالمناسبة، حركة حماس في قطاع غزة ليست سلطة، بمعنى ليست سلطة شرعية، هي عبارة عن عصابة تختطف قطاع غزة، وتختطف المواطنين، وتختطف مصير المواطنين في قطاع غزة، وبالتالي تختطف القضية الفلسطينية برمتها. ويجب أن يعي كل الناس هذه الحقيقة ويتعاملوا على أساسها. طيب دكتور، ابقى معنا، نتحول الآن إلى سلفيت والسيد علي القاق. أهلا بك معنا من جديد. يعني كيف ترى بأن هذا الاعتداء تجاهل كل محاولات تحقيق الوحدة الوطنية، خاصة في ظل الحديث عن محاولات لفصل الضفة الغربية عن قطاع غزة؟ إنما حدث اليوم هو كان متوقعا نتيجة السلوك الذي تعودنا عليه من قوى الانقلاب وقوى حماس. فرغم الدعوة الكريمة الصادقة التي دعت لها الأسرى، أو دعا لها الأسرى المحررين ومجموعة من القوى الوطنية في الذكرى 11 للانقلاب الأسود، إلا أن حماس أبدت إلا أن تستمر في نهجها الإقصائي، رفضها للآخر، رفضها للتعبير، ودست عناصرها، وكما قلت لك كان ذلك متوقعا، بين الجماهير، ومزقت الشعارات وخربت المنصة، وذلك من أجل التغطية على أي رفض أو أي صوت يرفض الانقلاب ويدعو إلى إنهاء الانقسام. وما حدث اليوم يدل على أمرين اثنين: الأمر الأول أن سلطة الأمر الواقع أو سلطة حماس ترفض إنهاء الانقسام نتيجة لعوامل وفوائد تجنيها قيادتها وأجندات خارجية تتمتع بها. والنقطة الثانية أن من يتحمل مسؤولية معاناة والظلم الواقع على أهلنا في غزة هو أو هي القوة التي تسيطر بحكم الأمر الواقع على غزة وترفض إنهاء الانقسام.
كان الأولى والأجدر بقيادة حماس أو في مثل هذا الوقت الذي تتعرض فيه القضية الفلسطينية والقيادة الفلسطينية لكثير من الضغوط، وعلى رأسها قوى الاستكبار والظلم والطغيان في العالم، وعلى رأسها الولايات المتحدة والرئيس ترامب وكل ما حدث، الأولى بنا كشعب فلسطيني في جميع أماكن تواجده على المسلمين والعرب وجميع أحرار العالم أن نقف خلف القيادة، ندعمها بكل الخطوات، نخفف الضغط عنها، وألا نكون عناصر ضاغطة بالإضافة إلى الضغط الموجود. إن ما حدث اليوم هو وصمة عار في جبين الانقلاب، يدل على رفض حركة حماس وقيادتها من العودة إلى رشدها وإنهاء الانقسام وشد اللحمة الفلسطينية من أجل المصلحة الوطنية. طيب سيد علي ابقى معنا، أعود إليك دكتور. يعني كل هذه الإدانات الواسعة وهذا الإجماع الفصائلي الذي أدان ما حدث من تصرفات في قطاع غزة، لماذا لا ينجح بتشكيل قوة ضاغطة على الأرض لتحقيق الوحدة الوطنية ويعني ثني حماس عن ممارساتها التي تمارسها بحق أبناء شعبنا في القطاع؟ يعني أنا سأتكلم بمنتهى الصراحة والشفافية. نعم. مجرد إعلان بعض القوى والفصائل عن إدانات خجولة لسلطة وقوة الانقلاب التي تستولي على قطاع غزة وتختطف قطاع غزة لا يكفي، والحديث بشكل خجول عن واستخدام عبارات على طرفي الانقسام وكانوا في طرفين للانقسام، لا، في الانقسام طرف واحد، في حماس هي طرف الانقسام وحماس هي طرف الانقلاب، هي انقلبت على الشعب الفلسطيني، هي انقلبت على كل الشرعية الفلسطينية وانقلبت على المصلحة الفلسطينية. ولذلك ليس مطلوبا فقط من الفصائل أن تعبر عن إدانات خجولة وبيانات خجولة وعلى استحياء أنه يعني ما كان هذا ليحدث وهذا وصمة عار، لا يكفي هذا، يجب أن يكون هناك مواقف صارمة من الفصائل الفلسطينية تجاه هذا الانقلاب، وأن يسموا الأشياء بأسمائها. نعم. أن يقولوا بشكل واضح لحماس أنتم مجرمون لأنكم ارتكبتم جريمة الانقلاب. ما في انقسام في الشعب الفلسطيني، في حماس اختطفت جزء من الشعب الفلسطيني وجزء من الوطن الفلسطيني. باختصار، الفصائل مطالبة بأن يكون لها موقف صارم وواضح وشفاف تجاه هذا الانقلاب، وأن تسمي الأشياء بأسمائها، وليس هذا فقط، وإنما أن تأخذ مواقف عملية. لا يجوز في من جهة تتحدث عن ضرورة إنهاء الانقسام ومن جهة أخرى تذهب لتنسق وتتآمر مع حماس. أنا لا أعمم طبعا، لا أعمم، لكن من يفعل هذا وكأنه الأمر لا يعنيك؟ يجب أن يكون هناك وضوح وشفافية وصرامة في الموقف من الانقلاب. هذا من جهة. من جهة ثانية، المنظومة العربية، الأمة العربية، النظام العربي يجب أن يكون صارما أيضا، وإلا ضاعت القضية الفلسطينية. لا. إلا إذا كانوا هم بدهم يضيعوا القضية، وأنا لا أظن أن هناك عربيا يمكن أن يقبل بتضييع القضية الفلسطينية. لكن والله استمرار الانقلاب واستمرار هذه الحالة الشاذة وهذا التشرذم الذي تسبب به الانقلاب وتسببت به حماس في الساحة الفلسطينية سيقود في النهاية إلى تضييع القضية الفلسطينية، وحينها التاريخ سيلعنهم، سيلعن كل من سكت على هذه الجريمة. العرب يجب أن يكونوا صارمين تجاه حماس وتجاه انقلابها وتجاه الجريمة التي ارتكبتها، وأي خطوط، أي مد للخطوط مع حماس في ظل استمرارها في هذا الانقلاب أنا أعتقد أنها لا تصب في مصلحة القضية الفلسطينية ولا في مصلحة الأمة العربية. نعم. لأنه هناك قوى متحالفة مع حماس تنتظر الفرصة السانحة لكي تنقلب على الأنظمة العربية. ماذا سينتظرون؟ حتى يصاب كل النظام العربي بالانهيار، وبالتالي تصبح إسرائيل تسرح وتمرح في المنظومة العربية وتسير وتسخر المنظومة العربية
ومقدرات الأمة العربية والإسلامية لصالحها، كل هذا يأتي بسبب السكوت على هذا الانقلاب، لأن معظم النار من مستصغر الشر، لا تتهاون باستمرار هذا الانقلاب. نعم دكتور، استمرار هذا الانقلاب سيؤدي إلى تضييع القدس وإلى تضييع القضية الفلسطينية، والجميع سيتحمل المسؤولية عن ذلك. سنتابع الحديث ما هو المطلوب داخليا ووطنيا لمواجهة التحديات التي تعصف القضية الفلسطينية، ولكن نتحول الآن إلى جنين، والناطق الإعلامي لحركة فتح سيد منصور السعدي ينضم إلينا مباشرة. أهلا بك معنا إلى هذه الموجة والتغطية الخاصة من تلفزيون فلسطين. يعني سيد منصور، شاهدنا اليوم إسقاط للعلم الفلسطيني، هذا العلم الذي يعتبر علم دولة فلسطين وهو ليس علم حركة فتح أو أي فصيل آخر، برأيك كيف يكرس هذا التصرف يعني الانقسام في المشهد الفلسطيني والقضية الفلسطينية؟ يسعد مساكم وكل عام وأنتم بخير، ويسعد مساك دكتور محمود الهباش وهذا البث الإعلامي المتميز. ما حدث اليوم في قطاع غزة من تصرف ميليشيا حماس، أنا شخصيا أمر غير مستغرب، لأن هذه هي حماس التي قتلت خيار مقاتلي الشعب الفلسطيني الذين لهم تاريخ نضالي قوي أبان الانقلاب على الشرعية الوطنية. واختطاف غزة، غزة الآن هي مختطفة، الجغرافيا مختطفة والشعب مختطف، وكل ذلك لمصلحة من؟ للشعب الفلسطيني يعلم الآن أن حماس خلال 11 سنة مضت على الانقلاب لم تجلب لشعبنا الفلسطيني في غزة، لأهلنا أحبتنا، إلا الويل والدمار، إلا القتل، إلا التخلف، إلا اليأس. هذه حماس وميليشياتها التي أحدثت في غزة كل هذا القتل وكل هذا التأخر، هدمت مدنية وهدمت حضارة واستولت على أراض لقيادتها، هي تخطف الشعب. ليس بمستغرب أنها قامت بقمع مسيرة ديمقراطية من أجل إنهاء الانقسام، لأن العاقل يعلم أن بإنهاء هذا الانقسام البغيض إنما نحن نقول للعالم أمام ما يحاك ضد المشروع الوطني الفلسطيني من مؤامرات كبيرة جدا على تقزيم هذا المشروع باتجاه إقامة دولة فلسطينية في قطاع غزة، وبالتالي هذا مرفوض ما أكدت عليه المجلس الوطني الفلسطيني بانتخابه للجنة التنفيذية. أكد الجميع أن لا دولة بغزة ولا دولة بدون غزة، وحماس ما تفعله هي تطبيق عملي لصفقة القرن، هي تتساوق مع الآراء الأمريكية وتتساوق مع أفكار ترامب ومع أفكار الاحتلال إسرائيل. نحن كنا نعلم سابقا، لدينا تحليل سياسي على أن ما جاء في الانقلاب إنما هو ترجمة لسياسة في المنطقة ستؤدي إلى كارثة على الشعب الفلسطيني، وهو تقزيم المشروع الوطني الفلسطيني. وبالتالي ما يحدث الآن مما يشار إلى صفقة القرن وخلافه هو حماس الأداة الحقيقية لتنفيذ هذا المشروع الخياني. ومن هنا باسم حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح، وباسم الشرفاء، وباسم الأحرار من جنين القسام، من فلسطين، من كل العالم، نقول لحماس ولقيادتها: دعوناكم للمجلس الوطني الفلسطيني لتكونوا جزء من داخل البيت الوطني، ولكم مقعدا في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير. رفضتم وقاطعتم هذا المجلس الوطني الفلسطيني، وهي المظلة الحقيقية للشعب الفلسطيني. ماذا كنا نقول في المجلس الوطني غير أننا وبوضوح نرفض صفقة القرن؟ هو الرد الطبيعي من المظلة البرلمانية من جموع الشعب الفلسطيني بجواب سياسي واضح. نعم. لأمريكا ولمن لف لفيفها بأن الشعب الفلسطيني يرفض أن تكون القدس عاصمة الكيان الإسرائيلي، الشعب الفلسطيني يرفض أن يتخلى عن ثوابته، ومتمسكون في مبادرة فخامة الرئيس محمود عباس التي أعلنها في الأمم المتحدة، وهي باتت واضحة وعليها تم الاعتراف أكثر من 135 دولة في العالم في دولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران لعام 67، وأن القدس عاصمة دولة فلسطين، والغزة جزء من هذا الوطن. بل بالله عليكم، كيف لنا أن نصل إلى دولة فلسطينية مستقلة وهذا الانقلاب الأسود حادث بيننا انقساما جغرافيا؟ كل هذا القمع وهذا القتل ما تقوم به حركة حماس وميليشياتها في قطاع غزة
تدمير للأمل، بث اليأس في روح الشباب، الجوع، الفقر، البطالة، كل ذلك من مشاكل مصطنعة اصطنعتها حماس بأفكار أمريكية إسرائيلية، لأنها عدو حقيقي إسرائيل وأمريكا للشعب الفلسطيني. نعم سيد سعد، لا أريد أبقى أن معنا نعم نتحول لكن الآن سيثبت التاريخ. نعم ابقى معنا، نتحول الآن إلى سلفيت والسيد علي القاق. علي، يعني الآن شاهدنا يعني ممارسات فاضحة وخارجة عن القانون، كانت خلال هذه التظاهرة ممارسات عنيفة، يعني كان هناك ضرب بالهروات، إلقاء الحجارة، تكسير المعدات، برأيك كيف تصف هذه الاعتداءات وكيف تؤثر على الوضع الحالي الذي تعيشه القضية الفلسطينية؟ شوف، ما شاهدناه كما قلت هو ينم عن سلوك متجذر ومتأصل في العقلية الإقصائية لحماس. كان هناك اعتداء على الأخوات، كان هناك اعتداء على الإخوة والكبار السن والقيادات، وكذلك هدم للمنصة وتمزيق للجداريات والشعارات التي رفعها الموجودون فقط من أجل رفض استمرار الانقسام والمطالبة بإنهاء الانقسام والانقلاب والمطالبة بالعودة إلى اللحمة الوطنية. المطلوب منا في الوقت الحالي هو التجديد والتركيز على الوحدة الوطنية. إنما يحدث حاليا في الضفة الغربية والمتتبع للاستيطان وخاصة في القدس وسلفيت محافظة سلفيت، وكذلك من قوانين يسنها أو يشرعها الكنيسة الإسرائيلي في الأغوار أو ضد الأسرى ومخصصاتهم، أو كذلك القرار الأخير في هدم جميع المباني بعد 16/6 في مناطق جيم، يحتم علينا مرة أخرى أننا أمام عدو لا يرحم ولا يركب فينا إلا ولا ذمة. دعوة ل حماس للوقوف والتفكير والتراجع عن هذا النهج العنواني وتغليب المصلحة الوطنية العامة على المصالح الحزبية والفئوية الضيقة. نعم. سيد علي ابقى معنا. نعم نتحول الآن، نعود إليك دكتور. يعني تصريحات السيد الرئيس ومواقفه كانت دائما ثابتة، لا دولة في غزة ولا دولة دون غزة. الآن هناك مشاريع تعتبر تصفوية وتحاول فصل الضفة الغربية عن قطاع غزة وأيضا عزل مدينة القدس المحتلة، كيف ترد على هذه المشاريع وكيف تقرأها أيضا؟ يعني هذه المشاريع هي بدأت قبل 11 سنة، مشاريع التصفية. نعم. ومشاريع فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية وتمزيق الوطن الفلسطيني بدأت في 14 حزيران 2007 عندما نفذت حماس أو بدأت بتنفيذ هذا المخطط. إن كانت تدري أنها تنفذ مخطط، إن كانت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كانت تدري فالمصيبة أعظم. إنما هذا المخطط، مخطط التصفية والتمزيق والشرذمة وفصل الأجزاء الفلسطينية عن بعضها البعض، بدأ عام 2007. عام 2007 أو قبل 2007 كانت القيادة الفلسطينية منشغلة وكما هي الآن فقط بالتطلع إلى الأمام والانطلاق إلى الأمام والمطالبة بالمزيد من الحقوق والإصرار على المزيد من الحقوق. كنا في قطاع غزة وأنا ابن قطاع غزة، كنا لا نفكر في ظل السلطة الوطنية الفلسطينية، في ظل القيادة الفلسطينية، في ظل حكومة كل فلسطين، لا نفكر إلا في القدس ولا نفكر إلا في الغد ولا نفكر إلا في مزيد من المسؤوليات ومزيد من الأرض الفلسطينية المحررة. الآن أهل قطاع غزة فيما يفكرون؟ في الحليب وفي فك الحصار وفي البطالة وفي الرواتب وفي الصيد وفي الهجرة من قطاع غزة. انظروا وانظري أين أوصلتنا حماس وأين أوصلنا الانقلاب. بدل أن نفكر في القدس الناس بتفكر في الحصار، وشيء منطقي. أنا لا أتصور ولا أنتظر من الجائع أو الذي لا يجد قوت يومه ولا يجد غذاء أطفاله ولا يجد دواء أطفاله، لا أطلب منه ولا أتصور منه أنه سيفكر في القدس ولا سيفكر في القضية الوطنية. أولا علينا أن نوفر له احتياجاته الأولية. هذه الاحتياجات الأولية كانت موفرة، كانت موجودة، كان لدينا مطار
وكان لدينا بدايات ميناء، وكان لدينا بنية تحتية رائعة ودولة تنهض. بعد الانقلاب أصبح الناس في قطاع غزة لا يفكرون إلا في رغيف الخبز وفي توفير لقمة العيش، وفي توفير حليب الأطفال، وفي توفير الدواء، وفي توفير الراتب، أو البعض بعض الشباب تحت ضغط أثقال اليأس بدأوا يفكرون بالهجرة. صحيح. خلال شهر رمضان خرج من قطاع غزة 13,000 إنسان لم يعودوا. نعم، أيضا تزايد حالات الانتحار دكتور داخل كل القطاع. كل مش بس الانتحار، كل المآسي الاجتماعية التي نجمت عن الضغوط التي يعانيها المواطنون في قطاع غزة هي نتيجة لهذا الوضع الشاذ الذي وضعتنا في حماس بالانقلاب وبالانقسام. لكي نعيد دفة المشروع الوطني والسفيرة الوطنية في الاتجاه الصحيح، ولكي نعيد وضع قطارنا الوطني على السكة، علينا أن نبدأ بإنهاء الانقلاب وبإنهاء الانقسام لكي نستعيد وعينا ولكي نستعيد قدرتنا على الانطلاق مرة أخرى نحو القضايا الكبرى، قضايانا الكبرى، قضية التحرير، قضية التناقض مع الاحتلال. الناس اللي يعني بدل أن ينشغل الأسرى المحررون، بدل أن ينشغلوا بالمطالبات بإنهاء الانقسام، كان يمكن أن ينشغلوا بالمطالبات بإنهاء الاحتلال. نعم. تخيلي كيف انتقلنا وتقزمت أحلام الفلسطينيين مع الأسف الشديد في ظل حماس وبسبب حماس وبسبب الانقلاب، من إنهاء الاحتلال لإنهاء الانقسام، ومن القدس إلى الراتب أو إلى المخصص أو إلى حليب الأطفال. علينا أن نعيد الوعي لشعبنا أنه الذي أوصلنا إلى هذا الدرك السحيق، إلى هذا الدرك السحيق من المعاناة ومن الانحدار ومن غياب الرؤية ومن تشتت الأحلام هي حماس وانقلاب حماس الذي قامت به والذي بدأت به تنفيذ صفقة القرن. نعم، صفقة دكتور القرن بالحديث بدأت عن هذه 14 النقطة. حزيران نعم. 2007 وليس اليوم. نعم، بالحديث عن هذه النقطة بالتحديد، هناك بعض التحليلات التي ترى بأن تفاقم الوضع الإنساني في قطاع غزة ويعني تزايد حالة التشرذم هذه التي نعيشها الآن تزايدت مع صفقة القرن وإعلان رئيس الأمريكي دونالد ترامب عن هذه الصفقة، كيف ترى ذلك؟ هي نفس الأمر، هي فصول يعني حلقات متصلة في سلسلة واحدة. صفقة القرن التي يتحدث عنها ترامب وتتحدث عنها إسرائيل ويتحدث عنها البعض، هي بدأت كما قلت في 14 حزيران 2007 عندما انقلبت حماس على نفسها وانقلبت على الوضع الفلسطيني وانقلبت على الشعب الفلسطيني وبدأت بتنفيذ صفقة القرن، وهي التي أوصلتنا إلى هذا. صفقة القرن تريد أن تفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية. حسنا، حماس قامت بذلك، عمليا حماس التي قامت بذلك. إذا حماس بدأت بنفسها في تنفيذ صفقة القرن. وأخشى أن أقول، وربما لا يوافقني البعض وهم أحرار طبعا، هذه وجهة نظر، أخشى أن أقول إن حماس نفسها هي جزء من صفقة القرن. حماس جزء من صفقة القرن، وإنقلاب حماس هو جزء من صفقة القرن، هو جزء من تصفية القضية الفلسطينية. وعودوا إلى عام 1991 فقط للتذكير، لتلميع الذاكرة ونفض الغبار عن الذاكرة الوطنية وذاكرة المثقفين، عندما قرر مؤتمر هتسيلة الإسرائيلي تمكين بشكل واضح، عندما قرر تمكين حماس من السيطرة على قطاع غزة قبل قيام السلطة الوطنية الفلسطينية. نعم. قبل قيام السلطة، انسحاب إسرائيل الأحادي من قطاع غزة بدون التنسيق مع القيادة الفلسطينية هو جزء من هذه المؤامرة، هو جزء من هذا المخطط، هو جزء من هذه الصفقة. والذي يتماهى اليوم مع الانقلاب والذي يسكت على الانقلاب هو عمليا يسكت على صفقة القرن، والذي يتماهى مع الانقلاب يتماهى مع صفقة القرن، والذي يؤيد الانقلاب يؤيد صفقة القرن ويؤيد تصفية القضية الفلسطينية، ونحن لسنا كذلك. ولذلك من اللحظة الأولى للانقلاب وحتى قبل الانقلاب كان لنا وللقيادة الفلسطينية ولكل الشرفاء في الشعب الفلسطيني موقف واضح: لا لشرذمة الوضع الفلسطيني، ولا لفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية، ولا للاستئثار بمصير الشعب الفلسطيني بعيدا عن الأجندة الوطنية ووضع القضية الفلسطينية في خدمة الأجندات الخارجية، أجندات إقليمية وأجندات دولية. ومع الأسف الشديد
نكتشف اليوم إنها وضعت في خدمة أجندة صفقة القرن. نعم. هذا الانقلاب هو جزء من صفقة القرن. 14/6/2007 البداية الحقيقية للإعداد لصفقة القرن التي الآن يريدون إكمال فصولها السوداء الخبيثة بفصل قطاع غزة وإعطاء قطاع غزة دولة وإمبراطورية وتحت شعار المساعدات الإنسانية. زي ما بيقولوا يعني معلش خلينا استخدم المصطلح هذا صح النوم. اليوم صحيتوا أن قطاع غزة بيعاني، اليوم صحيتوا أن قطاع غزة يعاني من 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 الأوضاع الاقتصادية الصعبة اليوم. طب ما كان قطاع غزة يتعرض للدك بالطائرات الإسرائيلية ولم يتحرك أحد ولم يتحدث أحد عن الظروف الإنسانية، لم يكلف أحد نفسه أنه يلوم الاحتلال. مين الملوم الحقيقي في كل أوضاع الشعب الفلسطيني؟ الاحتلال. يريدون أن يغيروا العنوان، بدل ما يكون الاحتلال هو العنوان يصير الخلافات الفلسطينية هي العنوان، وبدنا نحل الخلافات الفلسطينية وبدنا نحسن الأوضاع الإنسانية للشعب الفلسطيني. لا يا سيدي، بدناش تحسنوا أوضاعنا الإنسانية، يخلف عليكم أو ما يخلفش عليكم. نعم. إنهوا الاحتلال وبدناش منكم شيء. نعم. هذا هو صوت الشعب الفلسطيني. اسمح لي أن أتحول إلى جنين والسيد منصور السعدي. أعود إليك سيد السعدي، يعني في ظل كل التحديات التي تعصف بالقضية الفلسطينية، الآن ما هو المطلوب داخليا ووطنيا لمواجهة كل هذه التحديات داخليا وأيضا خارجيا؟ أولا بات واضحا ما يخطط للقضية الوطنية الفلسطينية بما سمي بصفقة القرن. فالمطلوب أولا إنهاء هذا الانقلاب، كفى 11 عاما على الانقلاب، انهاءه فورا على كل القوى الحرة والشريفة في هذا الشعب أن تعلن أن بداية الخطوة الأولى إنهاء الانقلاب. ثانيا الالتفاف خلف القيادة الوطنية الشرعية المتمثلة في فخامة الرئيس محمود عباس واللجنة التنفيذية التي انتخبت حديثا في المجلس الوطني الأخير. ثانيا ضرورة التنسيق الكامل مع كافة القوى الوطنية الحية، ونوجه رسالة واضحة لكل الأحزاب والحركات الوطنية داخل منظمة التحرير بأن الإبقاء على منجزات شعبنا الفلسطيني والإبداعات وهذا الرقي وهذه التنمية المستدامة وهذا الأمن في الضفة الغربية، وبالتالي نحن فخورين جدا بما أنجزناه لأننا سنكون إن شاء الله على أباب دولة فلسطينية مستقلة. علينا نرتقي في الأداء والعطاء خلف القيادة الوطنية ونترك الحراك الدولي والدبلوماسي لفخامة الرئيس ولوزارة الخارجية وللأقاليم الخارجية لحركة فتح حتى يتم تجنيد رأي أكبر ضاغط على الإدارة الأمريكية في العالم أن شعب فلسطين هو لا يزال تحت الاحتلال، ولم تعد القوى الأمريكية راعي نزيه لعملية السلام. وبالتالي إن أراد العالم الحل السياسي التي تطرحه فلسطين وأصبح واضحا وهو خيار حل الدولتين، وبالتالي على العالم وتحديدا هنا أقول الاتحاد الأوروبي وروسيا والصين أيضا وكل الأصدقاء أن يتم الدعوة لمؤتمر دولي للسلام لا ترعاه أمريكا فقط، يجب أن تكون الاتحاد الدولي والصين وروسيا في هذا الموضوع حتى يتم إنجاز مبادرة فخامة الرئيس. وبالتالي لكي تنجح هذه المبادرة فلسطينيا علينا أن نتوحد، ولن تكون هناك وحدة حقيقية إلا بإنهاء الانقلاب. تعالوا إلى داخل منظمة التحرير الفلسطينية، جاهزون كل القوى الوطنية إلى انتخابات برلمانية ورئاسية أيضا، هذا دائما يتحدث به فخامة الرئيس، تجديد الشرعيات وطنيا على أن تكون الانتخابات في غزة وفي الضفة وفي القدس. وبالتالي نحن سنوجه رسالتنا للعالم خلف برنامج سياسي وطني مقاوم تضعه القيادة الشرعية، نتوحد جميعا ولا نختلف على البرنامج السياسي، تكون لدينا لغة سياسية واحدة نستطيع أن نخاطب العالم بها ما هو المطلوب فلسطينيا، ها هو الحق الفلسطيني الواضح. وعلى كل وهنا أوجه التحية لدولة الدكتور رامي الحمد الله ولطاقم الوزراء على هذا الأداء المتميز في رعاية الخدمات لشعبنا الفلسطيني، وكل الوزارات تقوم بتنفيذ الخطة الخمسية لشعبنا الفلسطيني لنحدث الرقي والحداثة والأمن لشعبنا في التعليم وفي الصحة وفي الزراعة. هنا الشعب يعمل
من أجل بناء الدولة على الأرض ببرنامج وطني مقاوم قائم على خطة خمسية واضحة تتحمله الحكومة، ونترك السياسة الخارجية لفخامة الرئيس وللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ولوزارة الخارجية أيضا. هذا كذا يكتمل الشعب الفلسطيني. نحن شعب يستحق الاحترام، ويا شعب يستحق الحياة، ونستحق أن نكون دولة. مشكلتنا الوحيدة السكين الذي بالخاصرة هي هذا الانقلاب، اختطاف حماس لشعب غزة ولغزة. نحن نعيش أرقى حالات الالتفاف خلف فخامة الرئيس، هذا الرجل الذي استطاع وبوضوح أن يقول لأمريكا لا، بوضوح شديد، هذا الأداء الرائع بالسياسة الدولية الفلسطينية. نقول لفخامة الرئيس الحمد لله على السلامة وأنت درة التاج، كما القدس أيضا لهذا الشعب الفلسطيني بهذا الأداء الرائع وهذا هذا الأداء المتميز وهذا الوضوح السياسي الذي بات كل أطفالنا في المدارس وكل نساؤنا وشبابنا يتحدثون لغة سياسية واضحة تماما بلا آت فخامة الرئيس بالرد الطبيعي على ترامب وعلى قوى الشر. نعم، لدينا أصدقاء بالعالم، لأن هناك شرفاء، هناك أحرار، هناك اعتراف من دولات كبيرة في العالم أفشلت السياسة الأمريكية، لأن أمريكا باتت هي شريك هذا الاحتلال وجزء من هذا الاحتلال. هذا نجاح سياسي فلسطيني أحرجنا به الولايات المتحدة، وبالتالي الشعب الفلسطيني هو الرقم الأصعب في المعادلة. نستطيع أن نفشل كل المؤامرات، نستطيع أن نفشل كل المخططات، لن يكون حل إلا حلا فلسطينيا سنفرضه على العالم. ستساعدنا بذلك الأحرار والشرفاء والأصدقاء في كل العالم. لكن أرجع وأقول لقيادة حماس، إن أردتم وطنا ودولة فلسطينية فورا عليكم إنهاء هذا الانقلاب، لأن وجعنا ألمنا فقط يكمن بهذا الانقلاب الأسود. لا يمكن لنا أن نخاطب العالم ونحن منقسمين، علينا أن نتوحد لنرى إن كان هناك ذرة وطنية. في الذكرى 11 عليكم إنهاء هذا الانقلاب فورا. نعم، والإعلان صراحة بانضمامكم خلف فخامة الرئيس ومبادرته الشرعية. مباشرة من جنين أتحول الآن إلى سلفيت والسيد علي القاق. يعني هذه السياسة المتمثلة بتكميم الأفواه وهذا الاعتداء الذي بالتأكيد لا يصب في مصلحة إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية. الحكومة اعتبرت هذا الاعتداء إعلان صريح للخروج أو رفض الخروج من حالة الانقسام. برأيك هل المواقف الفصائلية التي خرجت اليوم هل هي كافية لتحقيق طريق الوحدة الوطنية؟ كما هو موقف الحكومة، كما هو موقف الفصائل، كما هو موقف حركة فتح بالأساس، جميع القوى والفصائل وكذلك الحكومة أدانت هذا العمل الجبان وهذا الاعتداء الآثم على الحريات وعلى الأسرى وعلى التجمع، رغم حصوله على ترخيص بين قوسين من سلطة الأمر الواقع وداخلية غزة. ولكن المواقف الخجولة والمواقف المترددة للقوى الوطنية غير كافية، عليها أن تشير، أن تتحمل مسؤوليتها وأن تقف في وجه القوى المؤيدة للانقسام، أن تقول كلمتها بصوت مسموع، وأن تمارس على الأرض وفي جميع هيئات ومنظمات منظمة التحرير الفلسطينية والمؤسسات الوطنية من أجل العمل الجاد، وليس فقط موقف متردد أو موقف خجول من هنا وهناك من هذا الفصيل أو ذاك في إدانة جزئية معينة أو اعتداء معين، ولكن هو أساس البلاء الانقسام، أساس البلاء للشعب الفلسطيني هو الانقلاب الأسود على الفصائل الفلسطينية جميعها دون استثناء، الوطنية والإسلامية والمبادرة وجميع القوى الأخرى والشخصيات المستقلة وجميع الكادر أو الكوادر الوطنية، رفض الانقسام ورفض القوى الداعية. أثبتت حماس خلال تصرفها اليوم أنها ترفض إنهاء الانقسام مرة أخرى، وأنها هي المسؤولة عن استمرار معاناة شعبنا والظلم الواقع عليه في غزة.
يجب عليها وعلى جميع القوى الوطنية أن تتحمل مسؤوليتها أيضا، بالإضافة إلى الشخصيات الوطنية في قطاع غزة وفي الضفة الغربية وفي جميع أنحاء العالم الوقوف عند مسؤوليتها ورفض وتحميل القوى والمسيطرة في حماس من أجل إنهاء الانقسام، لأن إذا استمر الانقسام تمر القضية الفلسطينية في منعطف خطر ومعرضة للتصفية، رغم إيماننا الراسخ في حركة فتح أننا سنستمر في النضال والمقاومة وجميع أساليب الوطنية من أجل الثبات على الثوابت الوطنية الفلسطينية خلف القيادة الشرعية، ولا يمكن تمرير أي صفقة أو ضربة أو أي حل على الفلسطينيين دون موافقة قيادتهم الشرعية ودون موافقة واستفتاء الشعب عليه. نعم، نائب أمين سر حركة فتح في سلفيت سيد علي جاسر ألقى، كنت معنا مباشرة، شكرا جزيلا لك. أعود إليك دكتور الهباش، يعني الآن ونحن بصدد تحقيق انتصارات دبلوماسية في مختلف المحافل الدولية بتوجيهات القيادة الفلسطينية، نواجه هذا بهذه التصرفات من قبل حركة حماس، ونحن يعني أشد الحاجة للوحدة الوطنية، كيف تقرأ المشهد الآن في ظل التحرك الدولي للقيادة الفلسطينية والوضع الداخلي الذي نعيشه الآن من انقسام؟ يعني أتساءل، كل هذه النجاحات التي حققتها الدبلوماسية الفلسطينية الرائعة والرائدة، كيف سيكون حالها لو لم يكن هناك انقسام، لو لم يكن هناك انقلاب؟ نعم، لو كانت الحالة الفلسطينية أفضل من الناحية الداخلية، لو كانت الوحدة الفلسطينية أفضل، لو كنا في وضع داخلي أفضل، أعتقد أن إنجازاتنا الدبلوماسية والسياسية على الصعيد السياسي ستتضاعف عندما نحقق وحدة وطنية حقيقية، وعندما ننهي هذا الفصل القاتم من تاريخ شعبنا الوطني الفلسطيني. إنهاء الانقسام، إنهاء الانقلاب مقدمة لانطلاقة مضاعفة، لانطلاقة جديدة، لانطلاقة أكثر قدرة وأكثر إبداع على الصعيد السياسي والدبلوماسي، على صعيد الأمم المتحدة، على صعيد المنظمات الدولية، على صعيد العلاقات مع العالم، على صعيد العلاقات مع العالم الإسلامي والعربي، لأنه وجود هذا الانقلاب وهذا الانقسام أساء للقضية الفلسطينية وشوه الصورة الجميلة للشعب الفلسطيني وشوه الصورة الجميلة للنضال الفلسطيني. ونحن كثيرا ما نسمع من أصدقائنا وأشقائنا وإخواننا في العالم يعني عليكم أن تنهوا الانقسام، عليكم أن تفعلوا كذا، عليكم أن تفعلوا كذا، وهم مخلصون في هذا وهم صادقون، ولكنهم لا يعرفون الحقيقة، لا يعرفون أن هذا الانقسام هو جزء من المؤامرة، هذا الانقلاب هو جزء من المؤامرة، جزء من المؤامرة التي تحاك ضد القضية الفلسطينية. يعني برأيك لماذا كل هذا الإصرار الحمساوي للاستمرار بهذه التصرفات؟ لأن قرارهم ليس بأيديهم، لأن الذي يملك القرار لا يريد للانقسام أن ينتهي، الذين يملكون القرار، الذين يوجهون حركة حماس ويمتلكون زمام حركة حماس وقرار حركة حماس لا يريدون للانقسام أن ينتهي. وبطريقة مباشرة أو غير مباشرة إسرائيل لا تريد للانقسام أن ينتهي. نعم، إسرائيل لا تريد للانقسام أن ينتهي. هذا وضع مثالي بالنسبة لإسرائيل، إنه الشعب الفلسطيني مشتت، الشعب الفلسطيني مشرذم، الشعب الفلسطيني متناحر فيما بينه وبين نفسه وغير متصالح مع نفسه. هذا وضع مثالي بالنسبة لإسرائيل. إسرائيل لا تريد إنهاء الانقسام، والقوى التي تخدم إسرائيل لا تريد إنهاء الانقسام، والقوى التي بطريقة غير مباشرة ربما بنية حسنة أو بنية سيئة تخدم إسرائيل لا تريد إنهاء الانقسام. لو امتلكت حماس قرارها فعلا، نعم، لانتهى الانقسام. طيب دكتور، يعني كلمة أخيرة توجهها لأبناء شعبنا الذين يعانون من بطش يعني ميليشيا حماس وكل هذه الاعتداءات والظروف السيئة التي يعيشونها حقا داخل القطاع، ماذا تقول لهم؟ ببساطة شديدة
كما يقول المثل، ما حك جلدك مثل ظفرك فتولى أنت جميع أمرك. الشعب الفلسطيني اليوم هو مستهدف في قطاع غزة، في القدس، في الضفة الغربية، في الشتات، الشعب الفلسطيني مستهدف، وبالتالي نحن الذين يجب أن نأخذ زمام المبادرة. وإنهاء الانقلاب وإنهاء الانقسام يجب أن يتم بأيدينا وليس بأيدي غيرنا، بيدي لا بيد عمر. بأيدينا نحن ننهي الانقسام، والشعب الفلسطيني اللي أجبر إسرائيل على الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية إبان الانتفاضة الحجار، الانتفاضة البسيطة الرائعة عام 1987، الشعب الفلسطيني هذا قادر على إنهاء الانقسام ودوس الانقلاب تحت أقدامي وتحت نعالي. الشعب الفلسطيني في قطاع غزة شعب عملاق، شعب عظيم، شعب رائد، وشعب رائع بالتأكيد ومناضل، وهو يستطيع أن يأخذ زمام المبادرة، وسيأخذ زمام المبادرة، وسينتهي الانقلاب بأيدي أبناء قطاع غزة. شكرا جزيلا لك مستشار السيد رئيس الشؤون الدينية وقاضي قضاة فلسطين دكتور محمود الهبلاش على كل هذه المشاركة وكل هذه الإيضاحات. شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، بالتأكيد متواصلون معكم في هذه التغطية والموجة المفتوحة لتغطية اعتداء حركات حماس على المسيرة التي خرجت مطالبة بإنهاء الانقسام وإنهاء الانقلاب في ساحة السرايا بمدينة غزة. أشكر كل الضيوف الذين انضموا إلينا حتى هذه اللحظة. فاصل قصير، نواصل بعده هذه التغطية، ابقوا معنا.